إن هذا العرض معد لشرح متطلبات التطعيم في ولاية فيكتوريا أستراليا. تعطى اللقاحات في أستراليا في مرحلة الطفولة والمراهقة والبلوغ، واللقاحات مجانية لمعظم الناس الساكنين في فيكتوريا، ويتم تشجيع جميع الساكنين في أستراليا أن يتلقوا اللقاحات حسب جدول التحصين الأسترالي، وذلك لحماية أنفسهم من أمراض خطيرة معدية. ويعرف أيضا هذا البرنامج بـ National Immunisation Program Schedule. وغالبا ما تكون اللقاحات المدرجة في جدول التحصين National Immunisation Program Schedule مختلفة عن اللقاحات التي تقدمها البلدان الأخرى. حتى لو كنتم قد تلقيتم التطعيمات قبل مجيئكم إلى أستراليا، فالأرجح أنكم بحاجة للقاحات أخرى تماشياً مع الجدول الأسترالي. يتعين أن تكونوا على علم ومعرفة بالبرنامج Australian Immunisation Program Schedule، وتأكدوا من تلقيكم وتلقي جميع أفراد عائلتكم للقاحات لازمة لتحموا أنفسكم ومجتمعكم. يعطي الطبيب أو الممرضة المؤهلة، خصيصاً تعرف بممرضة التحصين، التطعيم في أستراليا، ويتم توظيف ممرضات التحصين بواسطة البلديات المحلية والمراكز الطبية. يلزم أن تحتفظوا بسجل اللقاحات التي تلقيتموها أو تلقاها أولادكم الموجودون تحت رعايتكم، وأخذ هذا السجل معكم عندما ترون الطبيب أو ممرضة التحصين. ويجب أيضاً أن تحضروا سجل اللقاحات التي تكون قد تلقيتموها سابقاً، فإن لم يكن السجل بحوزتكم، اطلبوا المساعدة من شخص يقدم لكم المساعدة ضمن المجتمع. يتلقى الأطفال التطعيم في أستراليا في مراحل متعددة منذ الولادة حتى الرابعة من عمرهم. قد يحتاج بعض الأطفال إلى التطعيم حتى يلحقوا بجدول التحصينات الأسترالي. تسجل الحكومة جميع لقاحات الأطفال في سجل يعرف بالسجل الأسترالي لتحصين الطفولة أو سجل التحصين الأسترالي، واللذين يشار إليهما بـ ACIR أو AIR. يلزم أن تقدموا إفادة من سجل التحصين إلى خدمة رعاية الأطفال أو الروضة في ولاية فيكتوريا، تبين بأن طفلكم قد تلقى جميع اللقاحات المطلوبة لعمره. كذلك يجب أن تقدموا الإفادة من السجل والتي تبين اللقاحات التي تلقاها طفلكم إلى المدرسة الابتدائية التي تسجلون طفلكم فيها. قد تحتاجون أيضاً إلى هذه الإفادة للحصول على بعض المدفوعات العائلية التي تمنحها الحكومة. اتصلوا بالرقم 1-800-653-8009 لتحصلوا على سجل التحصين، ويمكنكم الاستعانة بمترجم من خلال الاتصال بالرقم 131-450. هناك بعض اللقاحات التي يوصي بها جدول التطعيم Australian Immunisation Schedule للمراهقين، فالوقاية التي تؤمنها بعض التطعيمات التي تعطى في مرحلة الطفولة تحتاج إلى الدعم في سن المراهقة. هناك بعض اللقاحات التي يوصى بها بشكل محدد في سن المراهقة. حتى لو كان طفلكم قد تلقى بعض اللقاحات منذ قدومه إلى أستراليا، فمن المهم أن يتلقى أيضاً هذه اللقاحات في المدرسة. عادة تعطي ممرضات التطعيم التحصين التي توظفها البلديات المحلية هذه اللقاحات إلى المراهقين في المدارس الثانوية. يجب أن يجلب الأولاد معهم إلى البيت كتيب الموافقة على التطعيم، والذي يجب أن تملؤوه وتعيدوه إلى مدرسة أبنائكم الثانوية. كتيبات الموافقة متاحة بعدد من اللغات، يمكنكم طلب نسخة بلغتكم من البلدية المحلية إذا لم يتم إعطاؤكم إياها تلقائياً. هناك بعض اللقاحات الموصى بها والتي تقدم مجاناً إلى البالغين، وتشمل لقاحات تعطى إلى معظم النساء خلال فترة الحمل وإلى الكبار في السن، وتعمل اللقاحات المعطاة إلى الحوامل على حمايتهن وحماية الجنين من الأمراض التي تكون خطيرة، خصوصاً في فترة الحمل والأشهر الأولى القليلة من حياة الطفل. كلما تقدمنا في السن تتوقف دفاعات الجسم عن العمل بنفس الطريقة الجيدة، ونصبح معرضين أكثر لبعض الأمراض. وتوفر اللقاحات للكبار في السن الوقاية من هذه الأمراض. تحدثوا إلى طبيبكم لتقرروا إذا كنتم بحاجة للتطعيم. للإطلاع على جدول التحصين Australian Immunisation Program Schedule، راجعوا الموقع www.health.vic.gov.au/immunisation.
إذا كانت لديكم أسئلة أو مخاوف حول التحصين، تحدثوا إلى طبيبكم أو اتصلوا ببلديتكم المحلية واطلبوا التحدث إلى ممرضة التحصين. تستطيعون أن تجدوا بلديتكم المحلية بواسطة www.knowyourcouncil.vic.gov.au. يمكنكم الاستعانة بخدمة الترجمة الهاتفية للتحدث مع موظفي البلدية من خلال الاتصال بالرقم 131450. تعتبر فيكتوريا من بين الأماكن الأكثر سلامة في العالم من حيث الأمراض المعدية، ومن الأسباب الرئيسية لذلك هو أن معدلات التحصين والتطعيم في أستراليا هي من أفضل المعدلات في العالم. التحصين إنه لنا جميعاً.